يبقى انا كده لما اعمل الدايجرام فيو هيظهر الجداول عندي باساميهم بالشكل ده. كان ينفع اعمل لهم رينيم من جوه الباور بيفوت، بس انا بس عايز اكد ان احنا نقدر نعمل الاسم من جوه الاكسل. يبقى الروت اي دي هنا مرتبط بالروت اي دي هنا، الايركرافت اي دي مرتبط بالايركرافت اي دي، الايربورت اي دي مرتبط بالايربورت اي دي. اظن مفيش ريليشن تاني مطلوبه، لا هنا في راوت اي دي اهو لازم يروح للراوت اي دي. دي هي دي الريليشن اللي معموله هنا، الراوت اي دي والراوت اي دي اتعملت فعلا الكراف. طيب تمام كده خلصنا. نرجع للداتا فيو ونكريت بيفوت تيبل في نيو ورك شيت، وتعالوا نجرب مثلا نقول له انا عايز اعرف عدد الرحلات، يبقى فلايت اي دي عدد يبقى كاونت. عايزك تقسمها لي، انا عندي 9636 رحله، عايزك تقسمها لي حسب نوع الطياره ايركرافت تايب. ده التوزيع بتاعك. يبقى انا عندي 3000 رحله تمت ب ايرباص 319، 1200 رحله بالايرباص 22، 4000 رحله بالبوينج. يبقى انا دلوقتي قدرت اجيب معلومه من تيبل الايركرافت واعمل اناليسيس بتيبل تاني خالص اللي هو في الحاله دي الفلايت مثلا. طيب تعالوا نحاول نجاوب على الاسئله اللي كانت مطلوبه مننا. كده اول سؤال عرفنا نجاوبه خلاص. يبقى انا عندي الرحلات اللي تمت بالايرباص 319 3879 رحله. طبعا انا عايزك تتخيل انت بتعمل ده بالجداول المنفصله وانت هتعرف قيمه البار بيفوت. طيب عايزين نعرف اكثر نوع طياره مستخدم. خلاص نقدر من هنا نعمل سورت لارجست. خلاص كده اكثر طياره بتستخدم هي البوينج 737. اعلى سعر تذكره في رحلات الطيارات 320. يبقى انا تخلينا الايركرافت زي ما هو، بس انا مش عايز كاونت، انا عايز الافريج برايس. الافريج برايس موجود في الفلايت، افريج تيكت برايس. مش عايز سم، انا عايز ماكسيمم. يبقى اعلى رحله اعلى سعر للتذكره في 320 5500 دولار ولا ريال. اعلى الطائرات استهلاكا للوقود. يبقى انا عايز الايركرافت تايب مع الفيول، فيول برميل. برضو اقدر اعمل لها سورت، بس هي واضح طبعا اقدر اعمل سورت لارجست. طبعا واضح جدا ان البوينج هي اكتر طيارة بتستهلك وقود. اعلى الرحلات ربحا، يبقى انا مش محتاج الا الكرافت اعمله ريموف، ومش محتاج الصم والفيول برضو اعمله ريموف. انا محتاج الراوت الطريق. دي الطرق اللي بتمشي فيها الطائرات، بتروح القاهرة، بتروح دانفر، بتروح هيسرو وهكذا. انا عايز اجمع الفلوس بتاعت الارباح توتال فير. احنا قدرنا نجمع التوتال فير الرسوم بتاعت الرحلات باعتبار المطارات. اقدر دلوقتي اعمل نفس الكلام سورت لارجست. طبعا هو ده مش ربح في الحقيقه، هو ده اجمالي. الفلوس ده على فكره رقم عادي خالص، اقدر اعمل كوما سيبريتد، فاقدر اعرف ان الرحلات اللي بتروح دنفر هي اكتر رحلات كسبتني 61000. طبعا انا لو مش عارف هو ايه المطار ده، ف اقدر من الايركرافت اجيب الايربورت اي دي، او حتى اجيب الايربورت نيم. بلاش الايربورت اي دي، فكده الدوحه دي ان دنفر اتش بي برج العرب اس اف سان فرانسيسكو وهكذا. يبقى الفكره ان انا دلوقتي بجمع المعلومات من الاربع ملفات بسهوله، يعني انا مش محتاج دلوقتي ان اتحرك. انت متخيل انت لو نزلت بس الملفات الاول وحاولت تفهم السيناريو هتشوفوا قد ايه الباور بيفوت بيساعدني ان انا اعمل حاجات
كانت هتاخد مني وقت كتير جدا لو عملها بالطريقة التقليدية.